أهلا بكم من جديد. أكد وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة اليوم على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 11 المنعقدة حاليا بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة. وأوضح وزير الإعلام أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس البنود التي سيتم مناقشتها في الاجتماع نظرا لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية، مؤكدا على أهمية دور الإعلام العربي في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث. يأتي اجتماعنا اليوم استمرار لجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها أمتنا العربية، وبما يضمن تنسيق الجهود الإعلامية العربية لرفع مستوى الوعي لدى شعوبنا وصياغة خطاب إعلامي مؤثر عربيا وإقليميا ودوليا. وتأتي القضية الفلسطينية على رأس البنود التي نناقشها اليوم نظرا لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية. وفي هذه السياق أود أن أؤكد على أهمية دور الإعلام العربي في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث ومنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة.